صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. باسم الحسين نعيم ناعيم ونعى الحسين لسائر احياء قضى الهلاك على النفوس وإنما بقيت ليبقى الحوض في الأحشاء. يوم به الأحزان ما جزت الحشاء مثل امتزاج الماء بالصحباء. والثياب شبك بالخيام نيران ميت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبي، قال: أما وصيتي إليكم فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله لا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين. وخلاكم ذم ما لم تشربوا. حمل كل امرئ مجهوده وخفف عن الجهل. رب رحيم ودين قويم وإمام عليم. جامعة العقيدة هي أقوى جامعة. رابطة العقيدة هي أقوى رابطة.
كل رابطة يمكن أن تنفسخ وتنقطع إلا رابطة العقيدة. ورابطة العقيدة تطغى على جميع الروابط، يعني إذا اختلفت رابطة العقيدة مع سائر الروابط الأخرى فنجد بالبداهة والوجدان أن رابطة العقيدة تتغلب وتتقدم وتسحق تلك الرابطة التي تقف في طريقها. هذا شيء وجداني، هذا شيء طبيعي. شوف مثلا أخ مع أخيه، إذا اختلفا في العقيدة والرأي تجد الاختلاف يؤثر بونا شاسعا ويؤثر فرقة كبيرة بينهما، رغم روابط الدم والنسب والبلد والأسرة وكل الروابط الأخرى موجودة، لكن لما رابطة العقيدة اختلفت ماكو رابطة عقيدة، تلك الروابط كلها لا تنفع. شوف إنسان يعيش بين عشيرته ولكنهم مخالفون له في العقيدة، يعيش غريبا، يعيش مستوحشا، لكن يعيش في بلد نائم في قوم أباعد عنه في الوطن في النسب في العرق في الدم، ولكن العقيدة واحدة، منسجم معهم في المعتقد والعقيدة، تراه يشعر بأنس وانبساط وراحة فكر وضمير، يشعر بأمن وأمان فيما بينهم. لما؟ لرابطة العقيدة. ولذا جاء الإسلام فركز مشروعه لإقامة المجتمع البشري الواحد، ركزه على هذه القاعدة، لأن الإسلام دين الفطرة، يعني يمشي وراء النواميس الفطرية، يمشي وراء القوانين الفطرية، ما يعاكس الفطرة. فأقبل وركز نعم إقامته للمجتمع البشري الواحد على هذه القاعدة، على وحدة العقيدة. ولكن أي عقيدة، لما نأتي إلى العقائد الموجودة في الدنيا سواء السماوية منها أو الأرضية، يعني أهل الأديان اللي كانوا قبل الإسلام أو المبادئ الأخرى، أهل المذاهب والفلسفات والآراء، نجدهم قدموا للبشر مجموعة عقائد وزعموا أن هذه العقائد توجد الرابطة فيما بينهم، ولكن فشلت على الصعيد العملي، فشلت في مقام التطبيق، ما ولدت ذيك الجامعة التي يريدها الإنسان. كيف مثلا نجد المعتقد المسيحي أو العقيدة المسيحية، نجدها عقيدة مفرقة لا عقيدة جامعة. معنى عقيدة مفرقة يعني تجعل من المسيحية جماعة معينين وشعبا معينا وفئة معينة، هؤلاء هم الذين يعيشون فيما بينهم بمحبة وإخاء، وأما غير هؤلاء يعتبرون أجانب، يعتبرون أباعد، يعتبرون أشقياء، لأنهم لم يدخلوا في هذه العقيدة. فعيسى مثلا عندهم حرر شعبه من العقاب، من الجريمة، من مسؤولية عمل آدم عليه السلام كما يدعون. عيسى خلص أمته وشعبه فقط
من العقاب يوم القيامة، فهو المحرر لشعبه فقط، أما غير شعبه يعني غير المعتنقين والسائرين على طريقهم، هذول ما يعتبرون ناجين، بل هم مسؤولين ومعاقبين وأشقياء. شوف تجي إلى الفكرة اليهودية والعقيدة اليهودية، وإذا بهم يعتبرون الله جل وعلا يميز بين الشعوب والطبقات ويختار بعضا ويرفض البعض الآخر، ويجعل بعض الشعوب سادة على باقي الشعوب الأخرى، فيعتبرون أنفسهم هم الشعب المختار لله، شعب الله المختار، ولهم السيادة على كل العالم، وكل العالم عبيد لهم وملك لهم، وكل ما يملك الناس من غيرهم هو لهم في الحقيقة. فيعتبرون أن الله هو ربهم فقط ومميزهم ومختارهم، وأما الباقون فهم من الطبقات الدنيا، من الطبقات الحقيرة. طبعا هالعقيدة أيضا ما تجعل من البشرية مجموعة واحدة ومن الإنسانية أخوة. وين روح؟ هذه أظهر العقائد السماوية التي كانت قبل الإسلام. أما العقائد الأرضية، أما الأفكار والمبادئ التي نبعت من أدمغة البشر، فكما تجدها تولد انقسام بين الناس، تولد انقسام في المجموعة البشرية، بحيث المعتنق للفكرة الفلانية يعتبر نفسه هو الإنسان الكامل وغيره ناقص، المعتنق للفكرة الفلانية والمبدأ الفلاني يعتبر غيره عدوا له، يعتبر غيره لا يستحق الحياة، يعتبر غيره نعم رجعيا، يعتبر غيره مفسدا، يعتبر غيره ضارا في الوجود، ويحاول القضاء عليه نهائيا. وهكذا كما تجد ولدت الانقسامات العقائد الأرضية، وجعلت من العالم معسكرات متناحرة متباينة، والحروب العالمية التي وقعت والحروب الخاصة التي قائمة لا تزال، هذه كلها من نتائج تلك العقائد وتلك المبادئ وتلك الفلسفات التي تجعل من المجموعة البشرية كتل متناحرة متعادية. ليش؟ لأنها تختار فئة من الناس وتبني أحكامها وتشريعاتها لخدمة مصلحة تلك الفئة، وطبعا باقي الفئات لا تقنع ولا ترضى فتشعر بالحرمان. فشو الفكرة التي تجعل من البشر مجموعة واحدة وإخوة لا يتمايزون ولا يتفاضلون؟ ما أدمغت فكرة وما يمكن أن تحصل، وما تمكن البشر أن يوجد هكذا فكرة وعقيدة غير ما جاء به الإسلام. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقدم للبشر فكرة وعقيدة هي في الحقيقة خير رابطة وجامعة. شو هالفكرة؟ هذه الفكرة تعتبر أن البشر جميعا والناس بأجمعهم هم مخلوقون لخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والله الذي خالق الكون ليس عنده تحيز لفئة ولا مجاملة لفئة على حساب فئة أخرى. جاء الإسلام وبين
ان الله رب العالمين. جاء الاسلام تبين ان الله بالنسبة الى كل فرد من افراد الجنس البشري من اول الدنيا الى اخرها علاقة الله به متساوية عينا لا تختلف عن علاقته بالفرد الاخر. يعني كأب بالنسبة الى اولاد متساوين في نظره، الكل ابناؤه، الكل هم قطع من كبده، الكل كلفوه من عمره وصحته وماله شيئا كثيرا حتى نشأوا وكبروا. فالله جل وعلا بالنسبة الى افراد البشر هكذا ينظر الى الجميع بعين واحدة، وهو عين الرب للمربوب، عين الخالق للمخلوق، عين الوالد للمولود. لا يميز احدا على احد من حيث الفطرة والخلقة والطبيعة، اللون، الدم، اللغة، الوطن، المحيط، الكاسب، النسب، كل هذه الأشياء لا تميز إنسانا على إنسان عند الله جل وعلا أصلا وأبدا. نعم، الشيء الذي يميز فردا على آخر هو العمل الصالح. معنى العمل الصالح معنى العمل الصالح يعني فائدة المجتمع، معنى العمل الصالح يعني خدمة المجتمع، معنى العمل الصالح يعني أن يكون الإنسان فردا نافعا بين الناس، الناس يستفيدون منه، الناس ينتفعون به. هذا معنى عمل صالح. فكل فرد يقدم للآخرين خدمة أكثر وفائدة أكثر، هذا أقرب عند الأب، هذا أقرب عند الرب، هذا أحب إلى الله جل وعلا. فإذا تساووا في الأعمال أو إذا رجعنا إلى أصل الفطرة والإنسانية فكلهم في مستوى واحد وبنظرة واحدة، بالعمل الصالح يتمايز الآخرون. هل فكرة إلى الآن يعني إلى هالحد هذا شيء طبيعي، شيء لا يمكن أن ينقد أبدا، شيء ما يمكن أن يتعيب عليه بشيء أصلا وأبدا، أن البشر كلهم مخلوقون لرب واحد لا يميز أحدا على أحد ولا يفضل أحدا على أحد ولا يقرب أحدا ويبعد أحد بأي سبب من الأسباب المادية أو الأسباب الغير اختيارية. نعم، يقدم ويؤخر بسبب واحد وهو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله وأنفعهم لعياله. خير الناس من نفع الناس. إلى هنا عرفنا أن هالمقدار من الفكرة صحيحة، إذا إلك عليها النقل أو إشكال أو إيراد ماكو مانع عن تبينه. لكن نجي إلى السؤال، وهو أنه ما كيفية أو من يقول أن هذه الأعمال التي جاء بها الإسلام هي الأعمال الصالحة وغيرها هو عمل غير صالح؟ طيب، إلى هنا ما نقدر ننكر أن التفاضل هو بالأعمال النافعة للناس. كلما كان الفرد أكثر نفعا للمجتمع
هو أقرب عند الله. وكلما كان الفرد أقل نفعا هو أبعد، هذا مسلم. لكن يشتغل هذا لهم ها؟ لكن إليك أن يقول من يقول أن حل أعمال اللي حددها هي الأعمال الصالحة والنافعة والتي تقرب الإنسان إلى الله والتي يخدم بها الفرد مجتمعه، ومخالفة هذه الأعمال هي أعمال ضارة، هي أعمال مسيئة بالمجتمع. هذا شنو دليلنا عليه؟ هذا دليل البداهة، الواقع، الحساب. يقول لك الحساب يريح الإنسان، المفاهمة ترفع الشبهات والعقبات، وإنما شوف أكو اختلاف بسبب عدم المفاهمة. ليش القرآن يدعو الناس للمفاهمة؟ يقول أيها الناس تعالوا خلنا نتفاهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، لكن ما يجون، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا خلنا نتفاهم، شوف الإسلام شو يقول، خنحلل أحكام الإسلام ووجهة نظر الإسلام. إذا عدكم عليه الناقل حاضرين. لكن ما جاءوا، وحتى اليوم هم يجون، وإلى الآن بعدهم ما جايين. والله لو كانوا يجون دول الشاربين، والله لو كانوا يجون دول المنهجمين عن الدين، دول البعيدين عن الإسلام، والله لو كانوا يجون ويقعدون معنا على طاولة الباحث، على طاولة المفاهمة والتفاهم، ما كان يبغى خلاف. لكن على البعد وعلى الأوهام وعلى الدعايات المغرضة وعلى التشويه وعلى التضليل، خلينا نجي نشوف انه احنا نقدر نكون مجتمع متعاون متنافع، يعني ينفع بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا ويفيد بعضه بعضا ويساعد بعضه بعضا. نقدر نكون هالشكل المجتمع على اساس غير التعاليم الإسلامية والتوجيهات الإسلامية؟ نقدر سمو ما عد نسيء مغطى يا جماعة، ترى على المكشوفة هنشوف شنو أساس المجتمع السعيد، هنشوف شنو أساس المجتمع المتعاون في رأي الإسلام، في نظر الإسلام شنو أساسه من حيث العمل. لما نبدأ بالعمل شنو أساس المجتمع هذا؟ شو يكون يسوي أولا؟ ولا كل عاقل، كل واحد، كل أعمى، كل مفتش يقول لك ما تقدر تكون وتسوي مجتمع متعاون فيما بينه، متراحم فيما بينه، يساعد بعضه بعضا في المشاريع الخيرية، في الأمور العامة، في الأمور الخاصة. ما تقدر تسوي الشكل إلا على أساس واحد ونقطة واحدة ومن منطلق واحد، وهو نشر المحبة في قلوب أفراد المجتمع. فيقول نبي الإسلام، ما مضمون الحديث؟ الحب أساس السعادة. مجتمع ما يقوم على الحب، ما يقوم على المحبة،
من في مجتمع. ما كنت فيه انت انسان اصلا لون الحب. اخر الحب اللي خلاك تصير. الحب اللي خلاك تنشأ وتكبر. لو ما الحب الموجود بين الاب والام ذيك العلاقة ما كنت توجد انت كانسان. لولا الحب الموجود في قلب الام والاب بالنسبة لك كنت تتربى وتكبر انت؟ ما تتربى وتكبر. لولا الحب الموجود في قلب الاب والام كنت تدرس انت؟ كنت تتعلم شيء؟ الحب اللي يخلي ابوك يتعب بالشمس وبالحر وبالبرد حتى انت تدرس، حتى انت تتعلم، حتى انت تفهم، حتى انت تستريح. الام اللي تترك راحتها ونومها وتسهر حتى انت تنام. اخرجت من البيت استغنيت عن ابي والام. لولا المحبة تقدر تشتغل؟ لولا الحب تقدر تتوجه الى عمل؟ المكتب اللي تبغضه وتكرهه تتوجه اليه؟ بالدراسة الفرع اللي ما تحبه من العلوم تتوجه اليه؟ طبعا لا. حبيت الدراسة فدخلت المدرسة، حبيت الكسب الفلاني فدخلت فيه، حبيت الفرع الفلاني من العلم اتخصصت فيه. لولا الحب بينك وبين الأستاذ، بينك وبين المعلم كنت تستفيد منه؟ لو ما تحبه، لو ما تقدره، لو ما تعتبره في نظرك انسان كامل كنت تتلقى منه المعلومات؟ كنت تتلقى منه التعاليم؟ وهكذا في المعاشرة لولا تحبي جالسني ما تجالسني. لازم اولا اكو حب بعدين تجي تجالسني وتصاحبني وتصادقني. لولا الحب تجي تجاورني، لو تبغضني تكرهني ما تجي تجاورني، ما تجي تسكن في المنطقة اللي انا بيها، تشرد عني مسافات. لولا الحب، لولا المحبة تجي تشاركني في العمل او اشاركك في عمل. وهكذا في كل شيء. ما يمكن ان نقوم باي عمل ما لم يكن هناك حب ولو في ابسط مراحل الحب. في ابسط مراحل الحب، ابسط مراحل الحب هو عدم العداء. هذا اقل ما هو ضروري للتفاهم والاجتماع، ان لا يكون عداء في البين، ان لا يكون بغضاء وشحناء في الصدور. حقد لا يكون اكو بيني وبينك. اما اذا وجد حقد، وجد بغضاء، وجدت عداوة، مستحيل ان يصير انسجام وتفاهم بيني وبينك في اي شيء. هذا صحيح او لا؟ لما اموت من يشيل جنازتي؟ الجيران، المعارف. زين اكو جار يبغضني او فد واحد يبغضني ويعتبرني عدوه ويكرهني، يجي يشيل جنازتي؟ يمشي ورا جنازتي؟ فاذا كل المجتمع كان يبغضني، جنازتي من يكون يشيلها؟ وهكذا. إذن لابد من أقل مرتبة من مراتب الحب وهو
عدم العداء، عدم البغضاء، عدم الشحناء. طيب هذا منين نحصله؟ شلون نقدر نقتلع جذور البغضاء، او شلون نقدر نمنع حدوث البغضاء والشحناء في القلوب حتى يحل محلها الحب والمحبة؟ بأي طريق؟ هالأشياء اللي فرضها الإسلام يمكن أن واحد يخالفها ويحصل على المحبة في القلوب؟ هالأشياء اللي حرمها الإسلام ومنع منها الإسلام يمكن واحد يرتكبها وما يحصل بغضاء وعداء في نفوس الناس تجاهه؟ مثلا كذب، يمكن انه انت تكذب مع الناس والناس يحبوك؟ مثلا الغيبه، يمكن انت تستغيبني في ظهر الغيب وانا اسمع واعلم واحبك؟ يفهم؟ النميمه والفتنه، يمكن انه تسمع مني كلمه خشنه في حق واحد وتروح توصلها الي وانا افهم يمكن احبك بعد؟ الغش، يمكن تغشني في بضاعه، اجي اشتري منك شيء واطلب منك بضاعه صحيحه تعطيني بضاعه سيئه فاسده وبعدين افهم فسادها ممكن احبك بعد؟ او تغشني بالثمن فتاخذ مني اكثر من الثمن المتعارف وافهم بعدين احبك بعد؟ وهكذا. شنو الكذب، الغيبه، النميمه، الغش، نعم التفصيل في المكيال والميزان، الغبن في الاسعار، الاحتكار للبضاعه، الاحتكار للمواد التي احتاج اليها، قضاء الحاجه، يمكن ان يؤديك في حاجه وميسوره اليك وتقدر تقضيها وتبخل علي بقضائها يبقى في قلبي حب اليك بعد. مثلا انا امرض في بيتي ابقى ايام مريض وانت تسمع وتدري ما تجي الى عيادتي وانا جارك او اخوك او صديقك او قرابتك ما تجي الى عيادتي ممكن احبك بعد؟ ما بيسمعك لك بعد ما بيسمعك. هاي الزوجة لما يدخل عليها الزوج تتلقاه بوجه عبوس بمشاجرة بإيرادات بطلبات مزعجة ما تخلي راحة في البيت، ما تهيئ للجو المريح، ما تستقبل بكلام طيب، يمكن هالرجل يحب هالزوجة هذه؟ هذا الزوج مقصر في حق هالزوجة في نفقتها، مضيق عليها، ظالمها، تاركها هي وأولادها، ما يدير بال إلها، ما يدبر شؤونها، مخليها في عوز وفي حاجة، يمكن هالزوجة تحب هالزوج هذا؟ بعد انت قلت انا لك ما ادري شنو. يا جماعة لما يقول لك الإسلام يأمر بالتحابب وبالمحبة ما يقول لك روح اشتري المحبة من دكان العطار، دكان العطار ما تجي اسمه محبة حتى بيعت إياها، ما يقول لك روح فصل في الثوب اسم المحبة ولبسه حتى الناس يحبوك، يقول لك حسن أخلاقك ويا الناس حتى يحبوك، يقول لك صير آدم مع الناس، يقول لك واصل الناس، يقول لك دير بالك للناس شوية،
شوي انت من وقتك للناس، زور الناس، جامل الناس، ابدي اخلاق ويا الناس. قالوا ما حسن الخلق يا امير المؤمنين؟ هذا حسن الخلق اللي هالجد شارع الاسلام حث عليه. حسن الخلق شجرة اصلها في الجنة، وصاحب الاخلاق الحسنة متعلق بغصن منها يجذبه الغصن الى الاصل الى الجنة. امير المؤمنين يقول له لذلك الشخص يقول له حسن خلقك يخفف الله حسابه. شنو حسن الخلق هذا؟ شنو؟ الضحك الكثير، المزاح الكثير، الاستهتار، التعرض لاعراض الناس في الشوارع والازقه، شنو لعب الكره، شرب الخمر، هذا حسن الخلق؟ خنفوش والخنفسه يسوي نفسه خنفوش، هذا حسن الخلق؟ التخلف اسوي نفسي مثل المرأة، هذا حسن الخلق؟ شنو حسن الخلق؟ فقال عليه السلام حسن الخلق ان تعاشر الناس معاشرة ما دمت حيا حنوا اليك، واذا مت بكوا عليك. إذا بتيت إذا متت شوف الناس يبشون، الغرباء يبشون، الأباعد يبشون، يا حيف على فلان، وهنا مع الأسف كان مفيد للناس، كان محضر خير، كان يتفقد الناس، كان يساعد الناس. يعني إذا متت مين يبشي علي؟ حتى الكلاب ما تبشي علي. شنو خيري؟ شنو فايدتي؟ لا خير الأخو، لا الخير لقرابك، لا خير الصديق، لا خير للناس. قفة بيضة مثل ما يقول ما أفكر إلا بنفسي. روح أدرس هاي النظم الأخرى، روح أدرس القوانين الأخرى، روح أدرس المبادئ الأخرى، روح أدرس الأحزاب الموجودة، شوف تقدر تحصل في النظام اجتماعي بحيث يقوم مجتمعا متحاربا متآلفا فيما بينه، حب واقعي بغض النظر عن جميع المميزات الفطرية والطبيعية، ويجعل من البشر أخ للبشر من أي لون كان، من أي جنس كان، من أي بلد كان، يجعل من البشر أخا للبشر الآخر أخوة واقعية، كما قال رسول الله كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لأمه ولأبيه عينه ودليله. فكرة أخوة، ها شو تقدر تكون هكذا أخوة بين أفراد المجتمع على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وأوطانهم وقومياتهم وعناصرهم ومكاسبهم وطبقاتهم غير الأساس اللي وضعه الإسلام حيث رتب الحقوق والواجبات، جعل بذمة كل فارد حقوق وجعل له واجبات، وقال لهم أيها الأفراد كل واحد منكم ينطي ما عليه من حق، يعطي ما عليه من واجبات، ويأخذ ما له من حق، فتصبحون أخوة متحابين متفانين، بعضكم يتفانى في سبيل البعض، يؤثر بعضكم بعضا على نفسه. هذا الإيثار اللي أوجده الإسلام
اللي ما وجد في العالم في تاريخ البشر، ما وجد إيثار بين أفراد مجتمع كالإيثار اللي أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله بين المجتمع الذي كونه في المدينة. فبعد ذلك تسرب الفساد إلى ذلك المجتمع كل بسبب الحكام الذين انحرفوا عن خط نعم النبي صلى الله عليه وآله وعن خط الإسلام الصحيح. وإلا المجتمع الذي فارقه رسول الله ذكره القرآن، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان يهاجر المسلم من مكة يجي إلى المدينة ما عنده شيء، لا أهل لا عائلة لا بيت لا زاد لا طعام لا نفقة، كل شيء ما عنده. فيستقبله الأنصاري وينزله معه في بيته، عائلته تخدمه، يجعله معه كأب كواحد من أفراد عائلته مثل أخويا بالبيت. ما حسوا المهاجرين بغربة في المدينة أصلا وأبدا. هالسنوات إلى أن فرج الله عنهم وفتح مكة رسول الله وجاب عوائلهم وجابوا أموالهم وعمروا بيوت وبنوا بيوت. وإلا 8 سنوات شوف المهاجري في بيت الأنصاري. طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن من صدر هذا؟ من أي فئة؟ من أفراد أي حزب؟ من أهل أي ملة؟ من أهل أي دين؟ هم جياعة ويعطون قوسهم للغير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. شوف هاي العقيدة الإسلامية شلون تجمع، شلون تألف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا إخوان حنجرب، ها هذا لعله كل حكي بالنسبة لكم، لكن إذا مجدوا جربوا، وخاصة أنت الشباب جربوا آخر كونوا فيما بينكم فد مجتمع صغير نعم أسسوا على أساس التعاليم الإسلامية، اجعلوا كبذرة كنواة كغرسة صغيرة، شوفوا ثماراتها ونتائجها. هذا الحب والمحبة في القلوب جعلت من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم نموذجا للإنسانية الكاملة، فضحوا بأنفسهم في سبيل علي بن أبي طالب، في سبيل إعلاء اسم علي بن أبي طالب ومبدأ علي بن أبي طالب. وإلا مات علي بن أبي طالب في مثل هذه الأيام، وراحت السلطة وراحت الدولة وراحت القوة، والحسن عن صالح معاوية وانتهى كل شيء. ذول الشيعة يضحون بحياتهم، ذول الشيعة يرفعوهم على أعواد المشايخ، يقطعون أيديهم وأرجلهم لأجل علي بن أبي طالب، لتمسكهم بعلي بن أبي طالب، لدفاعهم عن علي بن أبي طالب. بعد في ظل لكم من علي بن أبي طالب ما تتركوه، ما تتركوه، يحبوه. حجر بن علي الكندي قال له تفضل للقاتل، قال لهم قدموا ابني. قال لما تستعجل الثقل؟ ليش تشوف مصيبة ابنك؟ هل يقتل بعدك؟ قال لا، إني أريد أن أراه هل يثبت على ولاية علي بن أبي طالب أم يبرأ. أخاف لما يشوف السيف، السيف مشهور على عنقه، تأخذه رهبة الموت فيبرأ من علي، يرجع عن علي حتى أتبرأ منه قبل أن أموت. فقدموا ابنه وعرضوا عليه البراءة من علي بن أبي طالب فأبى، فضربت عنقه نصب عين أبيه الحجر.
فقال حجر: الحمد لله، الآن طاب لي الموت. فقال لأنهم يحبون علي، ها؟ وأربعة عشر واحد أو خمسة عشر واحد دول قتلوا في مكان واحد، حجر وأصحاب حجر في تمسكهم بعلي بن أبي طالب. رشيد الهجري يأمر زياد قطعوا إيديه ورجليه، هو الدول بيته، الجماعة تسخب من جوانبه. عند بنته قالت له: يا أبا كيف تجد نفسك؟ ما الذي تحس به؟ لابد آلام، لابد أوجاع. فقال: والله يا بني لا أحس بشيء إلا كالزحام بين الناس. كان في الطريق مزدحم، واحد يريد يمر منه، أكثر من هذا ما يشعر بألم أبدا. ليش ما يشعر بألم؟ مو لحم ودم، مو بشر، حب علي بن أبي طالب خدره. احنا نحب علي بن ابي طالب، اذا نحب علي لازم نبيض وجه علي باعمالنا ايها الشيعه، بسلوكنا. ولذا ورد عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ان اصحاب جدي الحسين كانوا لا يحسون بالم الجراح، لان الحسين قد شغفهم حبا. عابس بن ابي شديد الساكري حمل على القوم، فلما احجموا عنه رمى بسلاحه، ألقى سلاحه وحمل على القوم أنجى حاصل بلا سلاح. فناداه رجل: أجمنت يا عابس؟ قال: نعم ويلك، إن حب الحسين أجمني. الحب اللي خلاهم يسألون ذيك الأعاجيب، ها؟ حب الحسين أجنني. كان الرجل منهم يبكي في تلك الساعة، لكن على من يبكي؟ على أولاد اللي تركهم؟ لا، إنما يبكي على الحسين. أقبل الغفاريان وهما شابان، وقفا أمام الحسين وهما يبكيان. قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. فقال لهما الحسين: وعليكم السلام، ما يبكيكما يا ابن الأخي؟ إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين. قال أبا عبد الله: ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك غريبا وحيدا فريدا. الله يعينك، ما لك العين وقامك على الغبر متاعي، وليهمين شيم هذا محلكم، محلكم ومن الموت من يدخل هناكم. السنون عذر يكرم منكم تخلون بالدنيا حرمكم. كان يبكي حبيب، ها؟ لكن على من يبكيك؟ التفت اليه الحسين، قال: يا حبيب، لعلك ذكرت الاهل والاوطان، لعلك ذكرت الاولاد، انت في حل من بيعتي. فقال حبيب: لا والله يا سيدي،
إني قد استبدلت عن أهلي أهلا وعن داري دارا وعن حليتي حليت ولكن أبكي لحال هذه الواقفة وأشار إلى زينب. التفت الحسين إلى ورائه وعباد العقيلة زينب والتحف بأزار أمها فاطمة واليتامى والأرامل حلها محيينا لها حبيب بيها رغوخون من يشيلة من يشيلة يوهم من بقلبي من يشيلة من يشيلة يا ربي إلى تشوفني وأنا ذليلة ولتدرون تدرون بي عاشقية وكلمة عد صعبة علي أنا من ينجت من غرضي راحة وهلي من بيني جاية للعمل بما يرضيك يا الله. آمنا في أوطاننا ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا يا الله يا رحمن يا رحيم. أسألك بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وثبتنا على دينك وسنة نبيك وعلى ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وارزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين يا الله. جماعتنا الحاضرين إخواني اللهم احفظهم جميعا اللهم شافي مرضاهم اللهم اقض حوائجهم اللهم يسر أمورهم. المقيم لهذا المجلس تقبل عمله بأحسن قبولك. إلى أمواتي وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. بكرة العصر يا جماعة المجلس مختصر بتاع